بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن نقترب من الذكرى الثامنة لانطلاق ثورة 14 فبراير، هذه الثورة التي حملت الكثير من الذكريات والشجون والتضحيات، لابد أن تصل إلى هدفها النهائي وهو الانتصار على هذا النظام الطاغية، وفاء للشهداء، وفاء للأسرى، وفاء للقادة والرموز، وفاء للمهجرين، وفاء لعائلات الشهداء، لكل من ضحوا. سنستمر في هذه الثورة حتى يسقط النظام الخليفي، لا تنازل ولا تراجع. موعدنا 14 من فبراير، عزة ونهوض وثورة حتى النصر بإذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.